نروح أسوان، نروح السد العالي، نشوف إيه حقيقة الصورة اللي السوشيال ميديا برضو. وإحنا لازم نتعامل، لازم نتعامل إحنا كوسائل إعلام، لازم برضو إحنا بنحاول إن إحنا نكون أداة لنقل الحقيقة لحضراتكم. يعني إحنا بنتابع وبنشوف زيكم بالظبط حساباتنا على السوشيال ميديا اللي بيلفت انتباه حضراتكم، بيلفت نظركم، بيلفت نظرنا برضو. فبنشوف صورة فبنتعامل معاها، فبنلاقي إيه القصة دي، فبندور وراها لغاية ما بنجد الحقيقة وبنقدمها لحضراتكم. دي الصورة اللي كانت شغلة السوشيال ميديا من امبارح عن رسوم زيارة السد العالي، زي ما حضراتكم كده شايفين، من وزارة الموارد المائية والري، الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، أسعار تذاكر زيارة السد العالي، مكتوب بالإنجليزي ومكتوب بالعربي. مكتوب الزائر المصري 20 جنيه زائد غرامة 20%، الزائر الأجنبي 100 جنيه زائد غرامة 20%. فالناس قعدت تقول يعني ايه غرامه؟ يعني ادفع تذكره وادفع غرامه على ايه؟ وانا عملت ايه؟ ليه مكتوبه بالطريقه اللي ممكن تخلي الناس مش فاهمه بالظبط الرساله ايه؟ يعني ادفع كام واتغرم ليه؟ وليه ادفع واتغرم؟ يعني حاجات كده. فواضح ان هي ما كانتش مفهومه للناس على السوشيال ميديا. عشان كده هنسال المهندس اشرف المحمدي رئيس الهيئه العامه للسد العالي وخزان اسوان على تفاصيل اليافطه دي. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. الخير يا فندم. مساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا باشمهندس اشرف. كل سنه وحضرتك بخير يا فندم، وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. ربنا يكرمك يا فندم، ربنا يخليك. ارجو حضرتك توضح لنا ايه حكايه الصوره وليه سعر التذكره ال 20 جنيه جنب الغرامه؟ هو سعادتك السد العالي ليه منفذين دخول شباك تذاكر. شباك في الشرق وشباك في الغرب. تمام. بين الشباكين 3 كيلو تقريبا. الزياره بتتم في نص المسافه بالظبط. الزيارة بتتم في نص المسافة. نقطة المشاهدة للسد العالي هي المسافة في النص بالظبط. فالزائر لما بيجي بيدخل عند أول شباك سواء الشرق أو الغرب، بيدفع التذكرة بتاعته العادية وبيدخل. القضية إن إحنا المنطقة اللي بيمر فيها الشباك من هنا ومن هنا مش كل الناس بتدخل زوار، لأن ده انتقال من الشرق للغرب أو من الغرب للشرق، فمش كل الناس بتعدي على الشباك ده. بتروح زائد، ممكن يكون رايح شركه كهرباء، ممكن رايح مصلح كيما، اي مش لازم يكون كل الناس بتعدي زائر، وبالتالي هو بيدخل مع الشباك برغبته، يدخل على الشباك او ما يدخلش. فاحنا ما فيش حجر حد، كل ما في الموضوع قبل ما بيدخل برضه بيعدي بيطلع الشباك، بيمر على عربيات كشف مرفعات وعربيات اللي هي مظبوط صح للطمانه، سواء هو زائر او غير زائر لازم يدخل على عربيات كشف مرفعات. يعني اللي ما قطعش سواء مش من شباك الشرقي او من شباك الغربي ال 20 جنيه بتاعت الزياره، لما يوصل للنقطه اللي في النص وحابب ان هو ينزل يشوف السد، صح كده؟ هيدفع ال 20 جنيه و 20% غرامه، اللي هي 20%. هو احنا بنقول له برضه، احنا كاتبين يافطه في الاول خالص عند الشباك الاولاني او الشباك الشرقي او في الغرب، بنقول له بنقول والله انت التذكره 20 جنيه، وفي حاله انت ما تعدي على الشباك وما تدفعش هتدفع غرامه 20%. ده مكتوبه في اول. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه يا باشمهندس. اتفضل. يعني هو اللي هيروح وهيروح يزور السد العالي عشان يدفع 20 جنيه، هل هيبقى متعمد يعني ان هو يخالف وينسى يقطع تذكره؟ يعني انا جاي من القاهره قطع المسافه دي كلها وراكب القطر ولا جاي بطياره عشان اجي اخالف وال 20 جنيه اخالف فيها؟ ثم ان الاجنبي يا باشمهندس اشرف، هل الاجنبي الراجل اللي هيدفع 100 جنيه، هل الاجنبي هيبقى في مخه ان هو يخالف فيدفع غرامه 20%؟ يعني الفكره سيادتك كده، ايه لازمه الغرامه؟ هو بس في الفكره في ايه بقى؟ هو الغرامه دي محطوطه من سنه 88 مش من النهارده. يا فندم ما تزعلش مني، مالهاش لازمه. هلفت نظرك حضرتك بس نقطه، في بعض يعني زمايلنا او اخواننا بيجوا عند الشباك التذاكر ممكن يكون في زحمه شويه، يقول لك والله انا مش في الزحمه، انا اطلع هناك وادفع الغرامه وادخل. يعني مش كل الناس بتدخل على الشباك. طيب يعني ده المهم ان هو هيدفع يا فندم. ما هو ممكن هيوصل لغايه نقطه المشاهده هيدفع ال 20 جنيه. ايه يعني ايه الفكره ان انا اخد منه 4 جنيه زياده؟ حتى لو هتاخدها 4 جنيه، فكره الغرامه دي غرامه 20% شكلها غريب، حتى بالنسبه للاجنبي لما اكتب له فاين 20% فاين غريبه. ما هو سيادتك النقطه اللي هناك دي مش نقطه اساسيه، احنا بنقولوش ادفع الغرامه، نقول لو سمحت ترجع عند الشباك الاصلي تدفع منه، لانه انت بتدي فرصه دلوقتي لكل الناس ممكن تدخل وخلاص. طب يا فندم ما تحط حد بتاع تذاكر في النقطه بتاعت المشاهده وخلاص. برضو مع القوات المسلحه اللي بتشتغل معانا على السد، ان عاوزه شويه تنظيم على اساس ان يبقى متابعه لكل حد يدخل او يخرج. فبيبقى محتاجين كله يدخل على الشباك الاصلي ويجي هنا.
فبدل ما نقول له ارجع تاني ويعمل يعني اعاقه المرور ويرجع سدد في الاول، هو بنقول له من الاول سدد من الاول. هي دي الاصل في الموضوع، ان هو بنحاول نرجعه عند الشباك الاصلي اللي هو جاي منه عشان ما يبقاش في تكدس في نقطه المشاهده عند اي نقطه تحصيل في الاخر. فهو بنلزمه في الاول يدفع، انما لو جه هنا لازم نقلل العدد هنا على اساس ما يبقاش نقطه المشاهده عليها في اي تكدس خالص، لان النقطه ديت نقطه متابعه من القوات المسلحه ومتابعه من كل الجهات على اساس ان تامن الناس سياح وتامن كل ما هو. يا فندم والله لو اتحطت ال 4 جنيه وخلاص، يعني بقت 20 بقت 24 وخلاص، بس اصل كلمه الغرامه ومكتوبه كمان بالانجليزي، فهتخلي لو واحد اجنبي يقول لك طب انا عملت ايه غرامه، عملت ايه مخالفه عشان اتغرم يعني. اللغه ممكن تكون كانت يا سيدة، ومع ذلك احنا برضه عشان نحش اللغه شلنا اللوحه دي خالص، خلي اعتبرنا بس بحل في الاصل، هي اللوحه الاصليه اللي هي بتدفع الاصل واعمل حسابك انت لو عديت الشباك حتى غرامه، يبقى احنا بس بنشتروا اصلها كلها 4 جنيه يا فندم، 4 جنيه مش عايزين الجمله بالانجليزي دي يعني عشان 4 جنيه. هو ال 100 في ال 100 بالاجنبي بيدفع 20% بتاعته بقى. يعني 20 جنيه. اه طب طب تخيل حضرتك بقى هنكتب اليافطه دي ونغرم الاجنبي عشان 20 جنيه. لا ما خلاص ما احنا عملنا واحده في الاول بقى خلاص هيدفع في الاول خلاص. طب تمام الحمد لله، المهم انها اتشالت يعني. عملنا صلحنا ده ما بقاش بس مشكلات، انما هو طيب. الفكره كلها عمليه تنظيميه وعشان ما فيش تكدس يتم في النص. تمام. ويبقى الناس كلها بتدفع في الاول لان موضوع ويبقى يا فندم لو يعني مثلا ايه يعني قبلها بكيلو من هنا قبلها من الشرق وكيلو من الغرب، يبقى في مثلا يافطه اقطع التذكره مثلا على بعد 500 متر، على بعد 200 متر اقطع التذكره هنا مثلا، فيبقى اللي داخل عارف يعني ممكن ما يتفاجئش جوه يتقالوا لا ارجع تاني في الاول بعد ما مشي الكيلو ونص يرجع. هو الشباك موجود مع الناس كلها، هو المفروض معدي عليه وما بيدخلش الا معدي على الشباك. الغريب اعمى ولو كان بصير يا باشمهندس. ومكتوب اعلان اكثر من اعلان مكتوب يعني. طيب خلاص تمام. ما فيش مشاكل، لما قلنا عدت بسيط. ما هو احنا بنحسن وبنطور في اماكن الزياره، لان ده مكان لكل المصريين مش مكان لحد بس، ولازم كلها بنسعد ان كل الناس تزور السد العالي طبعا. شوف قد ايه في ده، انتوا بكره عندكم احتفاليه بقى المفروض بكره الذكرى ل 62 لوضع حجر الاساس ان شاء الله يوم 15 يناير ان شاء الله. كم؟ يوم 15 يناير. يوم 15 ان شاء الله. ان شاء الله 15 هتبقى الاحتفاليه يوم 15 بيبقى 15. ايوه طبعا بنحتفل ونولع الشعلة بتاعت السد العالي، بتبقى يوم 15 يوم مشهود. والسوق كلها بتحتفل باليوم ده ان شاء الله. ما شاء الله. طيب يعني ان شاء الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله باذن الله يكون في متعه كده في زياره السد العالي وتبقى حاجه جميله جدا. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا الحقيقه على الاستجابه، يعني مهندس اشرف حجازي رئيس الهيئه العامه للسد العالي وخزان اسوان، شكرا جزيلا لحضرتك.